السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية. في المحاضرة السابقة للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي تحدثنا فيها عن التغذية وأهمية التغذية ومتى نتوقف عن التغذية أو متى نواصل وأهمية هذه التغذية في التحضين ووضع الملكة للبيض. في هذه المحاضرة سيكون الحديث متواصل عن تلك المحاضرة، الحديث حول ما هي الأسباب وما هي العوامل التي تمنع التحضين، تمنع الملكة من وضع البيض وتمنع النحل من التحضين. هناك عوامل عديدة سواء داخل الخلية أو خارج الخلية. الموضوع مهم وشائك جدا، ويجب عليك أخي النحال أن تهتم في هذه النقاط وفي هذه العوامل، وأن تكون شديد الملاحظة حول هذا الموضوع. لا نطيل عليكم، محاضرة قيمة جدا، تكونوا معنا. أخواني الأعزاء، التحضين له مقومات. بعض الناس يشتكي يقول مثلا أنا الأمور طيبة، عندي مراعي وكان النحل يخزن، يعني كان النحل يحضن بشكل جميل جدا، وكان يحضن من الخشبة للخشبة وكذا وكذا، لكن الآن انخفض التحضين ومستوى التحضين انخفض تماما، والظروف طيبة، عندي حبوب لقاح، عندي رحيق، عندي تغذية بنغذي، عندي. الحقيقة أن عوامل التحضين لا تنحصر أبدا في توفر التغذية، سواء حبوب لقاح أو سواء البروتينات أو الكربوهيدرات، بل عفوا بل يجب أن يعني تكون هناك عوامل أخرى تعتبر أيضا هي من العوامل التي تتحكم في قوة التحضين أو كثرة التحضين أو يعني زيادة نسبة التحضين أو انخفاض نسبة التحضين. فالنحل لا يألو جهدا أبدا في التحضين، لأنه يعلم أن عمر النحلة قصير، يعني جيل النحل لا يتجاوز 60 يوما. الجيل في الصيف أو في ذروة العمل و 3 أشهر إلى 5 أشهر إلى أو 4 أشهر في المناطق التي فيها برد زيادة، التي يقل فيها العمل عن النحل. فعمر النحلة في أيام العمل المتواصل والسروح المتواصل من 40 إلى 45، ولا تتجاوز الشهرين في أقصى حد لها. النحل يدرك هذا الأمر ويعلم أن تعاقب الأجيال، لأن عمل النحل داخل الخلية، سواء داخل الخلية أو خارج الخلية، يعتمد على عمر النحلة. فهناك تعاقب في أعمار النحل، هناك نحل يجب أن يكون هناك نحل عمره أسبوع، يجب هناك نحل يكون عمره أكثر من أسبوع، يجب أن يكون هناك نحل عمره 21 يوم، يجب أن يكون هناك نحل قد تجاوز 21 يوم وانطلق إلى يعني من الأعمال المنزلية إلى الأعمال الخارجية، وأيضا بدأ يتخصص في مسألة جلب الماء، جلب البروبليس، جلب الرحيق، جلب كذا جلب. فيجب أن تكون جميع الفئات العمرية موجودة في داخل الخلية. فلذلك النحل يلجأ إلى التحضين باستمرار. الملكة تضع البيض متى ما توفرت لها الظروف المناسبة. ما هي الظروف المناسبة؟ توفر الغذاء، توفر المناخ المناسب
وعندما نتكلم عن المناخ المناسب نتكلم عن عدة أمور. نتكلم عن عندما نتكلم عن الغذاء نتكلم عن عدة أمور، نتكلم عن التغذية البروتينية، ونتكلم أيضا عن الكربوهيدرات. وقد وضحنا إيش معنى التغذية البروتينية، يعني حبوب لقاح أو ما يوازيها من العجائن إذا كانت غير موجودة الحبوب اللقاح. التغذية الكربوهيدرات هو الرحيق أو ما يوازيه من تغذية سكرية صنعها الإنسان، السكروز. فأيضا عندما نتحدث عن المناخ نتكلم عن عدة أمور، نتكلم عن درجة الحرارة ارتفاعا وانخفاضا. إن ارتفعت إلى حد معين تنخفض كمية التحضين، وإن كان الغذاء متوفر. بل لو كان الغذاء يعني كثير بدرجة كبيرة، عند ارتفاع درجات الحرارة إلى حد معين ينخفض التحضين، عند انخفاض درجات الحرارة إلى حد معين ينخفض التحضين وقد ينعدم، وقد يقل أو ينعدم. أيضا عندما نتكلم عن المناخ نتكلم عن شدة هبوب الرياح أيضا مهمة جدا في مسألة التحضين. فأنت عندك مراعي قوية لكن عندك رياح شديدة، هذه بتحد من قدرة النحل على الرعي وجلب حبوب لقاح أو جلب رحيق. أيضا عندما نذكر المناخ نتكلم أيضا عن الرطوبة وارتفاعا وانخفاضا. فعند ارتفاع الرطوبة بشكل كبير جدا هذا يسبب ظهور مشاكل لدى النحل، قد تنتشر بسبب ارتفاع الرطوبة الأمراض الفطرية تصيب الحضنة، فتنخفض نسبة التحضين بسبب الارتفاع الشديد في نسبة الرطوبة. إذا انخفضت نسبة الرطوبة بشكل مهول بشكل حاد أيضا تنخفض كمية التحضين، لأن النحل يحتاج الحضنة تحتاج إلى درجة معينة من الرطوبة، وقد ذكرنا ذلك كثيرا. قلنا أن البيض يحتاج إلى درجة رطوبة 90 فما فوق، يعني 90-95 درجة. النحل الحضنة المفتوحة تحتاج من 85 إلى 90. الحضن المغلقة تحتاج من 65 إلى 75 كحد يعني لابد منه. فلذلك النحل يبدأ في تكييف درجة الرطوبة داخل الخلية بحيث تناسب كل نوع من أنواع الحضن. النحل البيض لا يفقس أبدا إذا نزلت درجة الرطوبة عن 90 في منطقة إطار أو الإطار الذي فيه بيض. لذلك أحيانا النحال يلاحظ يشوف يقول أنا رأيت بيض كثير، لكن كل ذلك البيض فسد ولم أرى أنه تحول إلى حضنة مفتوحة. أين ذهب هذا البيض؟ البيض هذا قام النحل بالتهامه من جديد وعاد تدوير البروتين فيه بسبب الانخفاض الشديد في درجة الرطوبة. إذن لكي يحضن يقوم النحل بالتحضين يجب أن يتوفر له الغذاء المناسب بشقيه بالكمية المناسبة والكافية، وأيضا يجب أن تتوفر له درجة الحرارة ودرجة الرطوبة والظروف الجوية المحيطة من رياح وغيرها. وقد كان لنا فيديو أو كلمة زمان أن درجة الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة للنحل تكلمنا فيها، وراجعوا الفيديو ربما يكون موجود فيديو عند الأخ عبد الرحيم، وإذا تكرم هو سمع الصوتيات هذا ربما يرسل هذا الفيديو. تكلمنا أن درجة الحرارة المناسبة تكون يعني بين
الثلاثين والستة وثلاثين. إن ارتفعت قليلا عن ذلك استطاع النحل يكيف بشكل يعني يخفف إلى أن تصل عشية الحضنة إلى 35، وإن انخفضت عن ستة عن 30 درجة يستطيع النحل أن يكيف ويرفع درجة الحرارة إلى أن يصل إلى درجة 35، الدرجة المناسبة لعش الحضنة. لكن إذا ارتفعت عن 37 درجة مئوية أو انخفضت عن مش عن 30، إذا انخفضت ممكن يكون يحصل تحصيل يعني تحضين جيد في العشرينات يحصل أيضا، لكن إن انخفضت عن 18 درجة مئوية يعني أصبح برد، قد ينخفض التحضين بشكل ملحوظ، وكل ما انخفضت درجة الحرارة كل ما قل التحضين إلى أن ينعدم. كذلك كل ما ارتفعت درجة الحرارة عن 37 كل ما ارتفعت يقل التحضين، وقد ينعدم إذا وصلت إلى درجات حرارة مهولة في بعض المناطق. هذا بالنسبة للتحضين، وندخل الآن إلى مسألة التظليل.